السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع بفكرة مختلفة جدا، اللي هي حاليا حول العشر مصممين مبات راح اتحداهم انهم يسوون اي تصميم في بالهم خلال ساعة واحدة. فراح ادخل مع شخص افضل واحد يعطي فكرة او بناء او يبني شيء له معنى راح يكون هو الفائز. $25 صراحة انا ودي باكثر، بس هذا اللي اقدر عليه حاليا. ان شاء الله عجبتكم الفكرة، ولا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين. باذن الله اذا شفت دعم على هذه الحلقة راح اسوي جزء ثاني منها. فعلي هذه من الديسكورد، اللي داخل الديسكورد يعرفون كل شيء، فادخل ديسكورد حقي في الديسكريبشن. باذن الله بيصير في حاليات قريب، بعد ساعه تقريبا راح اجيكم واشوف كل واحد ايش سوى. ديسكورد بيسال الله كذا تقييم يرتفع على طول. يلا يلا خش خش. يب احس لو مسكر من فوق بيصير شكله افضل. هو كل السجن كئيبه والله حلو، والله حلو الفكرة. اوكي وش هذا يعني؟ انت فهمت كلاش؟ لا والله. اصبر اصبر اصبر، هذه حقت يسمونها ان يصلبون الادم هنا، فهمت؟ اتوقع صح ولا لا؟ هز راس كذا. ايه صح، هذه حلو. حاطين هذه ان هذه تلفها 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 وتشنق الرجل، ان يسجن وفي اعدام وفي كذا. بس حلو حلو الفكره، النجاج ونقانق وسمك، يعني هذه الشخصيات اللي قبل. اوكي والله هو بس لو غطى فوق خلاص، يعني فكره السجن والمشنق اللي هنا والاشياء هذه حلوه. اوكي هذا اول شخص اللي هو دابي، راح نشوف اللي بعده. اوكي انا باقي ما خلصت. باقي ما خلصت والله، اعطيتك ساعه وشوي، اعطيتك ساعه وخمس دقائق تقريبا. شو اسوي؟ هو الفكره انه اوه وش ذا؟ ادخل رجل. ممكن تجي لعندي معك الزوار. اوه حلو حلو والله ديم. حلوه الفكره والله، حلوه والله ديم. فكره انه داخل المايه زي كذا، والله والله متعب عليه صراحه. لا وش بالمباني حقت سبونج بوب هذا بيت شفيق. والله حلوه الفكره، والله حلوه اقسم بالله حلوه. هاي صدق سويتها في ساعه؟ والله والله حلوه، انا على بالي انك تسوي من قبل. والله حلو والله، خلال ساعه سويت هذا كله وتقول باقي اشياء ما سويتها بعد. يب والله ديم. يب جوال مره صعب الوضع، والله مره صعب. والله مبدع حسين، والله مبدع صراحة يعني. أنا أقول شكلك بتصير من توب 3 شكلك يعني. فنشوف اللي بعدهم وبعدين نرجع للتقييم. أوه كيبورد كينج، هنشوف هنا. أوكي هذا المكتب والشاشة الحركات. لا وات، لا والله حلو. اوه هنا يسمونها هنا البي سيات وهذه الاجهزة المحولة، والله حلو. شوف الار جي بي بس اهم شيء. والله ديم حلو، حلو الفكرة مرة حلو. طيب ما في كراسي؟ هو استعجل شوي ما في وقت. لا بس والله ديم، والله حلو والله حلو. يتكسر. اوه يتكسر يوم خربته. فكرة حلوة. الحين بس اسمعك بس كذا يعني البي سي ولا ايش؟ والله انك كان يطلعني كثير، ما اعطاني ما عندي وقت كثير يعني. يلا جيتي، انا المفروض اني اعطيكم اكثر من ساعه، بس انه كفكره بدايه ما قصرت. والله والله الفكره انا قلتها اصلا في المقطع، او قلتها في البدايه ان كفكره انكم تسوون كذا وسويتها، اهنيك والله. يعني الفكره حقت اللوحه هذه الكيبورد كينج محل بي سي زي كذا، والله النية اللي حط ماب على البناس حط شعار كذا، والله لو سويتها يعني يمكن يرتفع تقييمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا هو عالمك؟ يلا هنخش. وات از ذس؟ وات؟ اوكي اصبر وش ذا؟ لا تقول لي مسجد تكوى. مسجد الزومبي. لا وات وش هذه؟ سجادة اللي تحتهم؟ اي فرشة. يا ساتر شلون عرفت انت انه مسجد؟ ما ادري شفت السجادات استغربت. لا بيرفعون يدينهم بيكبرون بعد. قاعد ترقص في المسجد. بسم الله خلينا نشوف رانيا ايش سوت. اوكي ذا فاينل ريكونينج بوكس اوفيس. اوكي طب نروح انت دلينا خلينا نشوف. والله متعوبه التصميم. يب اوه والله نايس، والله نايس، والاضاءات متعوب عليها مره. سمايل موفي ثيتر والله نايس، والله حلو مره.
ترتيبه وزي كذا والله حلو، الاضاءات والانارات وحتى، بس عندي عقده ليش كذا ماير. الاضاءات كل شيء كويس، والدرج والرقيه هنا بعد لو تلاحظ انت تمشي وتخرب. تعال تعال الله يهديك تعال. طيب شوف هنا انه بوسترات افلام، قاعد تشوف؟ والله مره رهيب. ذا فاينل ريكونينج، اوه هذا هو نفس اللي مكتوب برا. شوف هنا والله ديم، والله فكره رهيبه. اوكي بوكس اوفيس اللي هو مبيعات تذاكر اتوقع، من التوب 3 اتوقع بعد. طبعا فكره الماب لازم تلاقي الزر الصحيح عشان ينهي الجيم وتفوز. طبعا في دورين، اوكي الدور الاول عادي والدور الثاني غرف. طبعا اذا اخذت البتن على طول بينهي الجيم. ها يعني هذا جايبنا فكره ماب حقيقي في ساعه، والله شيء رهيب والله شيء رهيب. نبحث عن الزر في الدور هذا بعدين دور ثاني صح؟ هو في ازرار خاطئه، يعني في هو زر واحد فقط اللي أصلي. اوكي اوكي في ازرار بس فيك يعني. ايوه في ازرار فيك في زر صحيح. حلو ضغط على الزر الصحيح حينهي الجيم على طول. لازم اخلص من الاول اللي تحت بعدين نروح فوق ولا على طول نروح فوق عادي؟ عادي اي شيء. خلاص تروح فوق وانا بتكي تحت. اوكي انا مو قد اشوف اي زر اصلا. ما اتوقع انه داخل المبنى لسه برا. اهلين تحريات. والله شوف اللي بالزوايا ذي. تلميحه كذا بسيطه. داخل المبنى. يعني كلاش ارجع لا تسوي تحريات مره ثانيه. انا دورت فوق ما لقيت شيء، فانا احس انه حاط. انا لقيت زر بس ما ادري شلون ادخل المبنى بنفس الباب الرئيسي. والله ما شاء الله عليك مسوي كل هذا ساعة ما شاء الله. ايوه لقيت زرين. يا طيب انا ما لقيت ولا زر، ما ادري شلون لقيت الازرار. انت هذه غالبا اني بلقى زر. دقيقة هو يقول في ازرار خاطئ فغالبا انه خاطئ. اوكي هذا خاطئ غالبا، لو نضغط هذا يب وعندك هذا هذا خاطئ يب. هو في ربع ساعة تقدر تخلصه بس انا كده حطيت غير. يا ساتر الزرين كلهم خطا ذولي. اوكي باركور او شيء. انت لو تسوي تحريات ما يمديك حبيبي، انه بنقعد ساعة ما خلصنا. لا لا ما عليك، انتوا بس لو تركزوا تلاقوا. طيب هل هو يبغى له كذا ولا بنلقى على الارض كذا؟ يبغى له يعني باركور؟ لا لا بتلقوه على طول ما يحتاج باركور. اوكي اوكي غالبا انه اجل في الغرف اللي فوق او يمكن حرياتك ولا نار. اصبر هنا في زر. اوه ايوه ايزي ايزي بعد خمس دقائق في وقت اكثر كان بيفضحنا مداني. يب يب والله فكره رهيبه صراحه. ماب يعني ما ادري يكون ماب خلال ساعة سواه اللي هو فايند ذا بتن. فالماب تصميم المبنى كامل تصميم خرافي، تفاصيل اقول يعطيك العافية وتصميمك رهيب والله خلال ساعة والله شيء رهيب حرفيا شيء رهيب. اتوقع انك بتكون من التوب 3 بعد. شوف التوب 3 حاليا عندنا حسين ورانيا وانت حرفيا بالنسبة لي انا. فخلنا نشوف كلاش حاليا توب 3 من نفسه. اوكي والله شكله مدينة. اوه ما شاء الله والله رهيب والله ديم والله رهيب اقسم بالله رهيب. حاط المبنى هذا بعد ايش يسمون المدينة هذه؟ شوف النافورة وشوف الاشجار اللي حولها، شوف الساعة حق التلتت والله ديم. هذا بارادايس والله شيء رهيب. شوف كيف تفاصيل الانوار وذا، وحاط هنا لو تلاحظون كل واحده مختلفه. اوكي هذه زي هذه لانه ما في الا ثلاثه اتوقع تختلف. يب وشوف الانوار اللي حولها والله تفاصيل رهيبه للامانه. صدمني والله صدمني. هذه يعني هذه حركه يعني بس والله رهيبه مره. يب حاط كل زاويه شيء يعني ما خلى زاويه الا هذه فاضيه، واضح انه علق هنا وما عنده وقت ولا شيء. بس الباقي هنا الساعه هنا الحجر. يب النص مضبط طريق. شوف كيف ما قصرت والله ما قصرت. اكسلن كيو للحين توب 4. يلا ما اقول توب 3 اقول توب 4. اوه باركور يبى سبو كلب. اه ما في لا اوكي بس كذا على بالي انه في باركور ونروح من فوق. لا لا تعال تعال رفت رفت. اوكي من هنا من هنا. طيب نبدا من هنا يعني؟ ايه اوكي ايزي يا رجال. بعدين اروح الرفت صح؟ اي ادخل ما يدخلني. طيب لا اوكي هذه اخر واحده صح؟ اي اوكي هذه مره سهله ايزي دي نجيبها. والله سويت على طول. اوكي هنا في بيض وش ذا؟ يا جماعه كلها خمس دقائق خلصناه. يا رجال ايزي امزح. حياكم الله.
صحيح هذه عليها درجة. اوكي والله الصراحة هذا اللي قدرت عليه، هذا في نص ساعة. ان هذه لك ايلاند. اوكي هذا وشو لك ايلاندك؟ حاول تضبطها، حطيت بعض الحاجات، احس انك لو مقربها اكثر يعني حاط المباني نفسها بالضبط والله بتكون افضل بكثير. اي حلوه هذه كلها في نص ساعه، ما مداني يعني، كان الوقت شوي حاشرني. يب والله ما الومك يوم تقول ان نص ساعه وخرب عليك ورحت على عالم ثاني بنيت، بس فكره حلوه الكلاندق ونفس تصميم المباني والشجرة اللي في النص هذا والمبنى اللي في النص ضابطة مرة. حاليا حطيت الصورة في الديسكورد، حطيت الصورة الأولى حقت الماب الأول للمدينة على 6 رياكشن، حطيت الصورة الثانية حقت ماب سبونج بوب حقت حسين على 11 تصويت، حطينا الثالث اللي هو رانيا مصممها سينما عليها 3 تصويتات، فراح يفوز حسين، فمبروك حسين. هنا 5 تصويتات، هنا 11 تصويت، هنا 7 تصويتات. مبروك حسين اللي بنى ماب سبونج بوب او مدينة سبونج بوب اللي تحت المويه، فمبروك حسين. ظهرت لك الباقيين ويعطيك من العافيه، يعطيكم العافيه جميعا، وشكرا لكل واحد شارك والله العظيم شكرا. وباذن الله انكم تستمتعون انكم تطلعون في المقطع زي كذا، فما قصرت كلاش، الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. والله اخذنا من وقتك كثير. ما تشوفون باقي لي يومين عشان اقدر ارسل الحزمه لاني توني ضايفه، فيومين شوي وراح ارسل له. ان شاء الله انكم استمتعتوا في المقطع، صراحه انا تعبت على هذا المقطع مره، تعبت من ناحيه اني اجمع المشاركين وزي كذا، فان شاء الله انكم ما تقصرون بالدعم. اللي ما اشترك في القناه يشترك وفعل زر التنبيهات اهم شيء. يعطيكم العافيه على المشاهده ونراكم على خير، في امان الله، السلام.